مرحبا بكم مشاهدينا في هذا الحوار. سيكون معي السيد ماجد السويدي وهو مدير التطوير التجاري بالانترنت سيتي بدبي. مرحبا بكم سيد ماجد. أنتم تحتفلون بالذكرى العاشرة وتحضرون جاي تاكس الذي يحتفل بعامه 30. حدثنا عن إنجازاتكم في 10 سنوات وحضوركم الدائم بجاي تاكس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هذه السنة العاشرة اللي إحنا تكون فيها الشركة موجودة في جاي تاكس، والعاشرة للمدينة ككل. في سنة 2000 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بإنشاء المنطقة المدينة، ومن ثم بدينا في استقطاب الشركات العالمية في أنهم يجون ويبتدون شركاتهم من مدينة دبي الإنترنت. اليوم المدينة فيها أكثر عن 1400 شركة موجودة في المدينة، وهذا تقريبا كان على مدى الفترة اللي طافت يعني تقريبا حوالي 30% على كل سنة في عدد الشركات اللي موجودة. أنتم كعنوان عام مدينة دبي الإنترنت قطاع مهم جدا وقطاع يشهد قفزة نوعية دائمة، لكن خلال الأزمة القطاعات الاقتصادية كلها تأثرت يعني عالميا بما في ذلك المنطقة. أنتم كيف تقيمون قطاع التكنولوجيا والإنترنت وهذا الجانب بالذات في ظل الأزمة، وماذا تنتظرون من انتعاش؟ الكل يتحدث عن انتعاش مقبل، كيف ترون ذلك؟ احنا الفترة اللي طافت شفنا شيء مهم، ان قطاع التكنولوجيا لم يتأثر يعني بشكل كبير، مش مثل القطاعات الثانية مثل القطاع العقاري، فتحصل عدد الشركات اللي موجودة زاد عندنا، فبعد في شركات تيجي تسجل في المنطقة وتحاول انها تفتح لها ابواب جديدة في المنطقة، عشان المنطقة من المناطق اللي فيها اكبر نسبة نمو في عدد السكان في عدد القطاعات، والحكومات ضاخة مبالغ كبيرة في هذا القطاع. اذا تتفائلون بان الانتعاش مقبل، وخاصة قطاع التكنولوجيا سيقود هذا الانتعاش بشكل او باخر مثل ما يقول المختصون والخبراء، وانتم من ذلك؟ ان شاء الله. طبعا احنا بالعكس يعني احنا نؤمن بان هذا القطاع هو بيكون من اول القطاعات اللي ممكن انها يعني تطلع من هاي الازمه الاقتصاديه. الان الاهتمام العالمي حول المؤسسات الاقتصاديه والنشاطات الصغيره والمتوسطه، انتم كيف ترون اهميه لهذا المجال؟ والله هذا من اهم القطاعات اللي الحين في هاي الفتره نحاول نركز فيها. عندنا بعض من المؤتمرات اللي تصير والمعارض اللي تصير اللي نحاول احنا نكون شركاء رئيسيين في تطوير هذا المجال. مثال عندك ان احنا جزء من مشروع اسمه ديمو كامب، اللي هو في الفتره اللي طافت زاد عدد الناس اللي مهتمين في قطاعات الشركات الصغيره والمتوسطه، ويحاول انه يطور هذا القطاع بانه يعطيهم الفرصه انهم يدخلون في هذا المجال. وإن شاء الله وحين عندنا المعرض الجاي صاير في شهر 11، فإن شاء الله نشوف كثيرين من الشباب الطموحين اللي حابين أنهم يشوفون ويبتدون يدخلون في هذه المعارض. يعني هل تقدمون مثلا تحفيزات خاصة لهؤلاء لاستضافتهم مثلا لاستضافات مشاريعهم بمدينتكم؟ والله إن شاء الله هذه جزء من التطور اللي إن شاء الله بيصير في المستقبل قريب إن شاء الله، فنحاول أن ندخل معاهم أول شيء بداية أن احنا نعرف من هو اللي موجودين، عشان الفترة اللي طافت كانت صعب ان الشركات تعرف ان في شريحة كبيرة موجودة ومتحمسة انها تطور، فان شاء الله هذه الشريحة الحين بالوقت الحالي حصلناها، بدينا نتفاعل معهم، بدوا يتفاعلون مع الفكرة، فان شاء الله في اشياء جديدة ان شاء الله بتحصل في المستقبل القريب تساعدهم على نمو شركاتهم. اذا شكرا جزيلا سيد ماجد السويدي، وانتم المدير التجاري او التطوير التجاري بمدينه دبي للانترنت على ما تفضلتم به من افادات. اشكركم كذلك انتم مشاهدينا. هذا عمار طيبي يحييكم، على امل اللقاء بكم في حوار اخر.